صرح باسم كامل مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران بأن الحملة ستقوم بداية من غد الأربعاء بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج. أوضح كامل أن غرفة العمليات ستقوم بالتواصل مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية ومتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود أفعال المصريين في الخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم، وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.